موعد ورابع الإخباري. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم. بداية، تتواصل زيارة الدولة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون التي شرع فيها أمس لسلطنة عمان الشقيقة. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خص صباح اليوم باستقبال رسمي من قبل جلالة سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد بقصر العلم العامر السلطاني. مراسم الاستقبال استهلت بإطلاق 21 طلقة مدفعية شرفية ترحيبا بزيارة رئيس الجمهورية إلى سلطنة عمان. السلام الوطني للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. سلام. بعد الاستماع إلى النشيد الوطني الجزائري، صافح رئيس الجمهورية وسلطان عمان وفدي البلدين. وتندرج زيارة الدولة للسيد رئيس الجمهورية إلى سلطنة عمان الشقيقة في إطار تعزيز أواصر الأخوة والتعاون والتشاور بين البلدين. وبعد مراسم الاستقبال، ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون محادثات موسعة مع السلطان هيثم بن طارق آل سعيد. المحادثات تمحورت حول عديد الملفات الدولية الراهنة وقضايا الشرق الأوسط وملفات التعاون الثنائي. وفي إطار سنة التواصل والحوار التي دأب عليها رئيس الجمهورية في خرجاته الدولية، وذلك للاستماع مباشرة إلى انشغالات الجالية الوطنية، التقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أمس بمسقط ممثلين عن الجالية الوطنية المقيمة بمختلف محافظات سلطنة عمان. السيد الرئيس استمع إلى أفراد الجالية الوطنية في عديد المجالات، خاصة ما تعلق بمجالات الاستثمار وتبادل الخبرات في التعليم العالي والبحث العلمي والتجارة. وعقب لقائهم بالسيد رئيس الجمهورية، ثمن أفراد الجالية الوطنية جو النقاش المفتوح والمباشر مع السيد الرئيس الذي استمع إلى انشغالاتهم وتطلعاتهم. والله لنا كان عندنا كل فخر واعتزاز أن بوجود فخامة السيد الرئيس الجمهورية بوجود هنا يعني في السلطنة. احنا نقول الآن السلطنة هي ما نقول بلدنا ثاني بلد شقيق، ولكن لما تخرج خارج الجزائر خاصة تعتز، هي من أكبر نعم الله عز وجل أنك تعتز بجزائريتك، تعتز بالوطن العزيز، وخاصة أنه أننا موجودين في سلطنة عمان حسينا بقيمة الجزائري وقيمة الجزائر. طبعا زيارة السيد رئيس الجمهورية لسلطنة عمان ولقائه بالجالية الجزائرية أثلج صدورنا
وأشفى غليلنا. هنا كان فيه تبادل الأفكار وطرح بعض انشغالات الجالية هنا في السلطنة. والله لقاء بكل عفوية وبساطة، وهذا ليس غريب على سيد الرئيس. نشكر سيد الرئيس على سعة صدره، على تقبل جميع الانشغالات وجميع ما يؤرق المواطن الجزائري في الخارج وفي سلطنة عمان. وإن شاء الله هذا يخلي العلاقة تقوى أكثر إن شاء الله بين البلدين الشقيقين. وطبعا نحن عارفين أنه سلطنة عمان والجزائر عندهم علاقة متطابقة ومتوازنة، يعني متوافقة جدا. ودائما ضمن زيارة الدولة التي يقوم بها رئيس الجمهورية إلى سلطنة عمان، تم اليوم توقيع على مذكرات تفاهم بين الجزائر وسلطنة عمان تخص العديد من المجالات. في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة إلى سلطنة عمان، سيتم اليوم 29 من أكتوبر 2024 للميلاد توقيع مذكرات تفاهم بين سلطنة عمان والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية هنا في قصر العلم العام. أولا، مذكرة تفاهم في المجال التربوي يوقعها من الجانب العماني معالي السيد وزير الخارجية، ومن الجانب الجزائري معالي وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية للخارج. ثانيا، مذكرة تفاهم في مجال التشغيل والتدريب يوقعها من الجانب العماني معالي السيد وزير الخارجية، ومن الجانب الجزائري معالي وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية للخارج. ثالثا، مذكرة تفاهم في مجال الإعلام يوقعها من الجانب العماني معالي السيد وزير الخارجية، ومن الجانب الجزائري معالي وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية للخارج. يوقعها من الجانب العماني معالي المهندس
وبين الجزائر وسلطنة عمان علاقات تسلك طريق التطور والنمو وفق منهاج عمل يرتكز على التعاون في المجالات التي تخدم تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين. دلال بوطبة. على مسار دبلوماسية القمة تتجه الجزائر هذه المرة إلى غرب آسيا والجنوب الشرقي من شبه الجزيرة العربية سلطنة عمان، محور جيواستراتيجي حركته ومنحته دفعا كبيرا الرغبة القوية بين قائدي البلدين ليأخذ أبعادا تتجلى إيجابا على أوجه التعاون في ظل عمق ومتانة العلاقات القائمة سياسيا ثقافيا واجتماعيا. فتكثف التشاور والتنسيق وتواصلت زيارات الوفود بين البلدين، حيث تلتقي الجزائر وعمان عند توافق دبلوماسي تجاه قضايا الراهن، خاصة أمام ما يحدث بالمنطقة العربية. تشكل عمان في غرب آسيا أحد الفاعلين في مجلس التعاون الخليجي، بمعنى أن نوطد علاقاتنا مع كتلة اقتصادية وتجارية وسياسية وجيوستراتيجية مهمة في آسيا. بالنسبة إلى القاسم المشترك أن لدينا هوية مشتركة، وهي دبلوماسية الوساطة في حل النزاعات المعقدة جدا، والجانب الثاني هو الحياد الإيجابي، بمعنى لا ننضوي أمام الأحلاف الاستراتيجية أو العسكرية في كلا الدولتين، وهذا مهم جدا فيما يتعلق بالجانبين. وأعتقد بأن ما يجري في الحديقة الخلفية لعمان من وساطات كبيرة جدا في النزاعات يمكن أن تشكل العودة مثلا إلى الاستقرار فيما يجري في إيران أو ما يجري في اليمن أو حتى ما يجري من تهديدات في القضية الفلسطينية. العلاقات العمانية الجزائرية هي علاقات مميزة، ولكن زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى سلطنة عمان وزيارة أخي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، هو تعزيز للعلاقات المستمرة بين سلطنة عمان والجمهورية الجزائرية. العلاقات هي ممتدة ومتميزة في كافة المجالات. تفاهم سياسي كبير يراد للتعاون الاقتصادي أن يعكسه عبر شراكات وثيقة أسست لها الدورة الثامنة للجنة المشتركة الجزائرية العمانية، ترتكز أساسا على الطاقة، البتروكيمياء، الأدوية والزراعة الصحراوية. هي زيارة الدولة من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدولتين الشقيقتين ومن أجل فتح آفاق الاستثمار، خصوصا نعرف أن هناك العديد من القطاعات التي يعتزم أن تكون هناك شراكات حقيقية، خصوصا في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والأسمدة الزراعية وكذلك البيئة. لدينا ثمرة هذه الشراكة وهي الشركة الجزائرية العمانية للأسمدة الزراعية، والتي تنتج ما يفوق 4 مليون طن سنويا من الأسمدة من أنواع اليوريا والأمونيا. البلدين يجمع ما بينهما حوالي 14 مجال من مجالات التعاون في التجارة والاستثمار وفي التعدين والطاقة والطاقة المتجددة والصناعة الدوائية وصناعة البتروكيماويات، وكذلك في أيضا المشاريع المشتركة، إضافة إلى القطاعات الزراعية وأيضا القطاعات الصناعية المختلفة. لقاء قمة جزائرية عماني حيث يستمر التشاور والتنسيق تحقيقا للمصالح الثنائية المشتركة ليفتح أفاقا واعدة ويستمر التباحث حول القضايا الإقليمية والدولية وبالمنطقة العربية، إرساء لدعائم الأمن والسلم في المحيط الجيواستراتيجي. مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية سلم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج لوناس مجرمان اليوم بالدوحة إلى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لدولة قطر الشقيقة شيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رسالة خطية موجهة من السيد رئيس الجمهورية إلى أخيه صاحب السمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
بالمناسبة استعرض الجانبان العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وبحثا سبل الرقي بها إلى مراتب أعلى تماشيا مع التوجيهات السامية لقائدي البلدين. في التعاون الصيدلاني وبغية تحقيق الأمن الصحي، تم تدشين مخبر الوكالة الوطنية للإنتاج الصيدلاني بالعاصمة في حلته الجديدة. هذا المخبر المدعم والمجهز بأحدث التكنولوجيات المستوردة من ألمانيا يندرج في إطار برنامج مشترك بين بنك التنمية الألماني وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتكلفة بلغت 50 مليون أورو. حضر مراسم إعادة افتتاحه كل من وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني وسفير دولة ألمانيا بالجزائر والمدير العام للوكالة الوطنية للإنتاج الصيدلاني. هذا المخبر رايح يسمح لنا يسمع للوكالة الوطنية باش تقوم بالواجب تاعها في كل ما هو رقابة الأدوية ومستجدات الطبية لديسبوزيتيف ميديكو. كذلك لازم هذا المخبر ما يبقاش مغلوق، لازم يكون فيه تعاون مع الجامعة، وتكلمت حاليا مع مسؤولين الجامعة وراح تكون فيه خريطة الطريق لاستعمال المخابر اللي موجودين هنا لتكوين الجامعي. بغرض تعزيز المنظومة الأمنية بالقارة الإفريقية انطلقت اليوم بالعاصمة أشغال الدورة 12 لاجتماعية لجنة التوجيهية لآلية الأفريبول. الاجتماع تناول تعزيز وتقييم أنشطة هذه الآلية التي تعنى بالتعاون الشرطي في مكافحة التهديدات العابرة للحدود. وبالمناسبة أكد المدير العام للأمن الوطني على الدور الذي توليه الجزائر لهذه الآلية وأهمية التنسيق في ظل التغيرات التي يشهدها العالم، مجددا التزام الجزائر بتحقيق الأهداف السامية للأفريبول نحو تحقيق الأمن والسلام والتنمية في إفريقيا. هذا الاجتماع يشكل لنا فرصة هامة ومنصة لتبادل الخبرات والاقتراحات من أجل تعزيز أكثر لبرامج هذه الآلية الأفريقية التي ستعود بالفائدة على القارة الأفريقية. لقد حرصت الجزائر ومنذ نشأة الأفريبول من خلال المديرية العامة للأمن الوطني على تقديم كل أشكال الدعم والمساندة على مختلف الأصعدة، ليس فقط على مستوى ترسيخ وجودها بل أيضا في مجال تفعيل نشاطاتها وتحقيق أهدافها النبيلة في خدمة التعاون الشرطي الإفريقي. وتحت عنوان مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل أسلحة الدمار الشامل، انطلقت اليوم الدورة التكوينية بالمدرسة العليا للقضاة لفائدتي القضاة وضباطي الشرطة القضائية ومحامين وموثقين ومحضرين قضائيين، وذلك بحضور إطارات من وزارة العدل ومدراء بنوك ومصالح ضرائب. الدورة التي تتواصل إلى غاية نهاية الشهر الحالي ستسمح بتوحيد مفهوم مكافحة تبييض الأموال وتعزيز القدرات والتنسيق ما بين المجالس القضائية. في إطار التكفل بانشغالات المواطن، زيارة ميدانية قادت وسيط الجمهورية مجيد عمور إلى ولاية سقهراس، عاين من خلالها العديد من المرافق العمومية مؤكدا على ضرورة التكفل التام بانشغالات المواطنين وتقديم خدمة نوعية بما يضمن لهم العيش الكريم. هناك عدة إنجازات تحققت، هذه الإنجازات تحققت في إطار ضمان التكفل بانشغالات المواطنين في أي مكان يقطنوه، يعني كل المواطنين يجب أن يستفيدوا من كل ضروريات الحياة، وهذا يدل على وفاء السيد رئيس الجمهورية لالتزاماته التي تخص التكفل الأمثل بانشغالات المواطنين وتحسين إطاره المعيشي.
في خضم الاحتفالات بسبعينية الثورة التحريرية المظفرة، تعود الذكرى 62 لبسط السيادة الوطنية على مؤسستي الإذاعة والتلفزيون لتخلد واحدة من أبرز المحطات في تاريخ الجزائر المستقلة. يومها بسط الجزائريون سيادتهم على أهم مؤسسات الدولة من الإذاعة والتلفزيون اللذين رزحا زمنا طويلا تحت نير الاستدمار. محمد سليم حمدي. كانت وقتها تبث من هنا لمن كان يقدم نفسه على أنه العالم الحر والإنساني، تبث ما ادعت إنها أهازيج وأغاني وبرامج تعكس زعما قيمها الحرة وقيم الجزائر الفرنسية. حينها كان نفس العالم المنخرط بالصمت أو التأييد لقطعة استعمارية رخيصة وما اقترفته من جرائم يعلم أن من يخاطبونهم عبر الإذاعة والتلفزيون من أرض الجزائر السليبة ليسوا أصحاب الأثير الحقيقيين. ولا هذه الصور المفعمة بالحيوية ومظاهر الرخاء هي لأهل البلد الفعليين. صور وخطابات ظاهرها حرية ورخاء وتحضر، أو كما أريد لها أن تظهر، في حين أنها كليشيهات تبطن فظاعات لم يسلم منها كل ما هو جزائري، وقد كان أبطالها الوهميين من الكولون وعملائهم من الخونة والحركة، بعيداً عن هذه الشاشات الصفراء المقيتة يرقصون منتشين على جثث وأشلاء الحفاة الغلابة والجوع المعدمين في الأرياف والمداشر ومعسكرات التجميع والتركيز والتعذيب. بالصورة والصوت عذب أصحاب الأثير الحقيقيين وحرقوا في الأخاديد وأفران الجبس، ولم يكن من جثموا على مبنى الإذاعة والتلفزيون وقتها من الفرنسيس سوى الوجه الآخر من بشاعة المستدمر وسحرته المدلسين، ممن يحرفون الكلمة عن مواضعه ويطمسون صورة الحق بالباطل ويتسترون على آلة الموت الاستدمارية. كل ذلك حدث بمرارة قبل أن تسقط إذاعة الثوار الجزائريين من الشعاب والجبال وعواصم متعاطفة، تسقط إذاعة الاستكبار الفرنسي الخامس وتلفزيونها، ما إن أسقط الثوار الأشاوس في كل فج جزائري عميق سلطة بطش جمهورياتهم الخامسة وقبلها الرابعة والثالثة. سلام عليك أيها الصبر. الثامن والعشرون أكتوبر من العام 1962 يرفع أبناء البلد الحقيقيين علم وطنهم الجزائر الحرة المستقلة على مبنى الإذاعة والتلفزيون ليبسطوا بذلك سيادة الشعب والدولة على آخر القلاع الوطنية المحررة من قبضة الاستدمار. يومها لم يبقى لفرنسا الاستدمارية لأزيد من قرن وثلاثين سنة سوى أن تجر فلول أقلامها إلى ما وراء البحار وتسكب حبرها فيها مهزومة مذمومة، كما جرت مدافعها وطنكاتها وجنودها القتلى إلى ما دون رجعة. سلام عليك أيها الشعب، يوم تبلغ الغاية عزيزا كريما وممجدا عظيما. إلى الأمام إلى الأمام أيها الشعب الحر. أسفر حادث مرور مروع وقع اليوم بالقرب من حاسم سعود بولاية ورقلة عن وفاة 11 شخصا وإصابة شخص آخر بجروح. الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني الرابط بين دائرتي حاسم سعود والبرمة الحدودية إثر اصطدام عنيف لحافلة صغيرة لنقل العمال وشاحنة مقطورة، ليتم نقل الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث
بمستشفى حسيم سعود والجريح إلى مصالح الاستعجالات بذات المرفق الصحي، وقد تنقلت السلطات الولائية إلى موقع الحادث لمتابعة ظروف التكفل بالمصابين، كما تم فتح تحقيق من طرف مصالح الدرك الوطني للكشف عن ملابسات الحادث. دوليا وفي الصحراء أو ملف الصحراء الغربية، وفي إطار سنة التربية التي أقرها الاتحاد الإفريقي، وقف مفوض التعليم والعلوم والابتكار للاتحاد الإفريقي محمد بالحسين بمخيمات اللاجئين الصحراويين عند مجموعة من المؤسسات التربوية الصحراوية. كما عقد بالحسين لقاء مع وزير التربية والتكوين الصحراوي اطلع خلاله على مدى تطور التجربة الصحراوية في مخيمات اللاجئين الصحراويين رغم كل التحديات التي تتماشى مع جهود الدولة الصحراوية للانخراط في الاستراتيجية التربوية الإفريقية. زيارة هذه جاءت في إطار سنة التربية اللي قررها مؤتمر القمة الإفريقية في فبراير 24، وجينا هنا باش نطلعوا على المنظومة التربوية في بيئة غير عادية، لأننا في مخيمات لاجئين، وكما تعرفوا في مخيمات لاجئين لازم تدابير خاصة ولازم مبادرات يعني ملائمة بالبيئة. فرصة لأيضا الخروج ب يعني تقييم للقطاع على مستوى إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي في هذه السنة التي قرر قادة الدول والحكومات الإفريقية في فبراير السنة الماضية بأن تكون سنة للتعليم في إفريقيا. بدعوة من الجزائر، عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا في أعقاب هجمات الكيان الصهيوني على إيران، حيث عبر ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع عن تضامن الجزائر مع جمهورية إيران الإسلامية، معتبرا هذه الهجمات العسكرية انتهاكا للقانون الدولي، داعيا المجتمع الدولي للتدخل العاجل من أجل وقف التصعيد الصهيوني في المنطقة. Algeria condemns in the strongest terms the recent military attacks. تدين الجزائر بأشد العبارات الهجمات الإسرائيلية الأخيرة التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. نحن في تضامن كامل مع إيران وندين هذه الهجمات باعتبارها انتهاكا لسيادتها وخرقا واضحا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. ويتحمل المجتمع الدولي مسؤولية كبح جماح الاحتلال الإسرائيلي ووقف تصعيده المستمر الذي أدخل منطقة الشرق الأوسط في دوامة لا تنتهي من عدم الاستقرار. في الأراضي الفلسطينية المحتلة استشهد ما لا يقل عن 100 فلسطيني، أغلبهم من الأطفال والنساء، وأصيب العشرات بجروح في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال الصهيوني بقصفه صباح اليوم مبنى سكني مكتظ بالسكان في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، فيما كثف الاحتلال من استهدافاته لمراكز الإيواء ضاربا المواثيق الدولية عرض الحائط. نختم بأخبار الرياضة، حيث اجتمع اليوم أعضاء المكتب الفيدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم برئاسة وليد صادي بمركز سيدي موسى. الاجتماع استهل بدقيقة صمت ترحما على روح الحكم الدولي السابق بلعيد لاكارن، وتمحور أساسا حول تقييم بداية البطولة الوطنية بمختلف أقسامها، وكذا دراسة العديد من النقاط الخاصة بسلك التحكيم منها تقنية الفار
المعتمدة لأول مرة في الجزائر وإيجاد سبل تطويرها في ملاعب الجمهورية. كما تم أيضا التطرق إلى آخر تحضيرات المنتخبات الوطنية التي ستشارك في دورات اتحاد شمال إفريقيا، فضلا عن برنامج الأندية المشاركة في المنافسات القارية. وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام أخبار الرابعة. ألقاكم في تمام الخامسة.